حكينا بالدرس الماضي عن ايش هو ثلاث انواع من الافليت ماركتينج اللي هي السي بي ال، السي بي اي، السي بي اس. اليوم حاحكي اشرح بشكل مخصص عن السي بي اس، اقصد بهذا الفيديو حاشرح عن ايش هو السي بي اس، الكوست او الال كوست بير سيل اللي هو كم حتحصل انت مقابل انك تجيب مبيعه. هلا اولا ليش شركات المواقع الكبيره بتشغل افليت عندها؟ ليش ما تعمل اعلانات فيسبوك اد ووردز الى اخره؟ السؤال حلو، السؤال قد يخطر ببال كثير منكم، انا احكي لك ليش. هلا مجرد الشخص هذا ما مثلا اشتغل اعلانات فيسبوك، اشتغل اعلانات اد ووردز، فهو احتمال يصرف الاف الدولارات ما بيجيب مبيعات كافيه تغطي هاي النفقات، او يجيب مبيعات تغطي نفقات وبتربح ارباح قليله. لكن لما انت كنت تشتغل عنده افليت او تشتغل عند الشركه الفلانيه افليت، مش حيدفع لك فلوس الا لما تجيب مبيعات. فهذا هو السبب الوحيد والمنطقي والصحيح 100% انه ليش عم يشتغلوا افليت، ليش عم يدفعوا لنا فلوس، لانه احنا بنجيب لهم مبيعات 100% بدون ما يدفع اي كوست زياده. فقط اذا اجته مبيعه بدفع لك فلوس، ما جبت مبيعه ما فيش فلوس. هذا هو السبب للناس اللي بتسال منكم. خلينا نحكي هلا عن السي بي اس. ايش هو السي بي اس؟ كيف بدك تختار افضل مجال لك؟ انا بنصح الناس دائما تبعد عن مجال الالكترونيات، لانه كل المواقع الكبيره عموله الالكترونيات فيها تكون قد تكان تكاد تكون 2%. واعطيكم انا مثلا عندي مثال هون على الريبورتس، انا من جديد بلشت يعني اركز كثير على ادميتاد. خلينا نحكي على مثلا برودكت فيد الى اخره، سوري على الريبورتس، على اون بروجرامز زي ما نحن شايفين علي اكسبريس مثلا. خليني احكي على يس علي اكسبريس اون هولد $23. اوكي لو حكينا عن اكشن زي ما حضرتك شايف، انا عامل هون سيلز ب $443، عمولتي عليها فقط $10. $443 عمولتك $10، يعني النسبة تبعتك 2.5%. عامل هون كمان سيل ب $443 عمولتي عليها $10، يعني فقط أربعة، يعني مش كثير، فاهمني؟ يعني 10% الى اخره. زي ما انت شايف العموله مثلا $4.26، انا ايش بدي فيهم 26 سنت، 27 سنت، 3 سنت الى اخره. فالالكترونيات حاول قدر الامكان انك تبتعد عنها. هاي كبدايه الفيديو هذا. كوست بير سيل، افضل الكوست بير سيل بيكون على الاحذيه، على الملابس، على الادوات غير الالكترونيه اللي فيها مربح عالي جدا للبائع، بحيث انه يقدر يعطيك عليها عموله كبيره. مثلا لو انت سوقت سوري على الكلمه حذاء بسعره $50، عمولته 10%، انت حتحصل على 10 على $5 اعتقد على هذا الحذاء اذا كانت الرياضيات تبعتي كويسه. بامكانك مثلا اذا كنت تشتغل على ادميتات تتاكد من هاي العموله عن طريق مثلا تروح على البروجرامز، ماي بروجرامز، على كل مثلا بدي افتح اوناس مثلا، موقع اسمه اوناس، تشوف كم العموله اللي بيعطوني اياها. وزي ما احنا شايفين بيد اوردر، انت بتحصل على كل اوردر عم بنشحن 20%. تخيل 20% الايرن بير كليك عندهم $55، يعني بصراحه شيء عظيم. انت لو بعت ثلاث اربع منتجات على هذا الموقع خلاص امورك 100% تمام. هذا الموقع مميز فيه انه اسعاره غاليه، مثلا السعر 400، يعني هذا الناس اللي كثير معها فلوس سعر القطعة 400 $500 للملابس او الى اخره. انت لو بعت مبيعة واحدة واخذت عليها 20% على $500، انت بتحكي عن $100 عمولة. فانا بحكي لك بدك تختار البرنامج المناسب لك، بدك تشوف الترافيك اللي عندك. عندك بيج فيسبوك مثلا، بتحكي بيج الفيسبوك عن ملابس الرجال، فبدك تشوف موقع بيعطيك ملابس رجال. هاي بالنسبة للسي بي اس. حكيت لك حاول قدر الامكان ابعد عن الالكترونيات، الا اذا كان عندك مثلا فري ترافيك اللي هي يعني زيارات مجانية من جوجل، من ياهو، من بينج إلى آخره، وبالألاف. فأنت ساعتها بإمكانك تشتغل بالإلكترونيات وتربح، لأنه 2.5% مش مناسبة أنك تعملها حملات إعلانية وإلى آخره. زي ما حكيت لك حتى أمازون بعطيك كأنه 2% على الأشياء الإلكترونية. زي ما حكينا أنت بتشوف المنتج اللي بدك تروج له. عندك أكثر من خيار. هلا في عندنا مقالة تسويقية، خليني اشوف احد مواقع اذا انا عامل مقالة تسويقية او لا. مثلا
مثلا هذا المنتج من كليك بانك، انا اعمل له بهالزمانات مقاله تسويقيه. مقاله تسويقيه بدك تجيبها اما من مثلا كليك بانك، بيعطيك هذا الفندور بيعطيك مقالات جاهزه، بدك تعمل مقاله باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه حسب المنتج اللي بدك تروج له. هاي المقاله تحتوي على مميزات هذا المنتج، ليش انا لازم اشتري هذا المنتج كزبون، شو مميز في هذا المنتج عن غيره من المنتجات، شو النتائج المرجوه من هذا المنتج، سواء كان جهاز سواء كان ملابس مثلا، شو مميزات الملابس، قطن مثلا والله ممتازة في الشتاء إلى آخره، للرجال للسيدات. والأشياء الشيء الأهم إنه تحط الرابط الأفليت زي ما أنا شايف هون، زي ما أنت شايف عندي هاي مقالات تسويقية ترويجية، بتحط الأفليت الخاص فيك هون، مثلا تحط البانر هذا في الأفليت، تحط مثلا كمان رابط أفليت، يعني تملى المقالة تبعتك في روابط أفليت. وآخر شيء مثلا بقول له جيت كذا كذا كذا، أو خذ احصل على المنتج من خلال، وخصم كمان من خلال النقر على هذه الكبسة هون مثلا، أو من خلال النقر هنا. هاي المقالات الترويجية. الشغلة الثانية اللي زي ما شرحت لكم في القناة اللي هي عن طريق الكوبونات، عندي موقع اسمه كوبونز باد مثلا، أنا بشرح لكم الأشياء اللي أنا شغال عليها ومجربها وبجمع مع النتائج. سوري الموقع شوي بطيء. حكينا عن المقالات الترويجية للسي بي اس، إنه أنت بتروج للشخص تقنعه إنه يشتري هذا المنتج من خلال المقالة اللي أنت عامله، مقالك لازم يكون شامل على المنتج، تحكي له كل شيء في هذا المنتج حتى هو يقتنع بالآخر ويشتري المنتج منك. زي ما أنت شايف عندي هون كوبونات، فيجي مثلا شخص خلاص وصل مثلا علي اكسبريس قرر يشتري هذا الهاتف مثلا، هذا الشخص بيقول لك انا بدي اشتري هذا الهاتف بس مش عاجبه السعر، بيقول لك 145 دولار سعر عالي بالنسبه لي، فبيروح هو على جوجل مثلا بيكبس زي هيك، خلينا نعملها كلنا مع بعض، وبيحط مثلا كوبون. تمام، زي ما انت شايف ديسكاونت كود الى اخره، بيدور على كوبونات قاعد هو هذا الشخص، يعني هذا الشخص جاهز للشراء، هذا الشخص بده يشتري خلاص نازل يعني جاي بده يشتري، بس هو بيدور على كوبون حتى يحصل على خصم. هسه هو مجرد ما مر في موقع ودخل على مثلا علي اكسبريس هون، على فئة علي اكسبريس، وصار يدور هون مثلا على خصم مثلا اب تو الى اخره، لقي اللي بده اياه، مثلا هو بده يشتري شوز ولقي عليها خصم 70%، بيجي هون بيعمل جيت ديل، فهمتني كيف؟ بيعمل جيت ديل انه خلاص بدي احصل على الخصم، بيروح ياخذ الموقع الدغري على وين؟ على صفحة الخصم اللي فيها مثلا اب تو 70% اب يعني لحد 70% خصومات، فهو بيجي يشتري منتج من هون، انا باخذ العمولة الخاصة فيه، هو جاهز لشراء المنتج، يعني هذا الشخص جاهز لشراء المنتج. يعني افضل طريقة لاستهداف الاشخاص في السي بي اس هي الكوبونات، لانه شخص زي ما حكيت لك مقرر معه فلوس بده يشتري بس بده خصم، فانت بهاي الطريقة تكسب الزبون. هاي حكينا طريقتين، الطريقة الثالثة اللي هي اليوتيوب. أصدقائي اليوتيوب في كثير أشخاص مثلا عاملين قنوات بيروج لمنتج معين، خليني شوي هلا بشوف لكم واحد وبعطيكم مثال حي على أشخاص بتروج لمنتجات وعشان تعمل زيه أنت. نوقف الفيديو شوي وأرجع لكم بس ألاقي لكم شخص معين بيروج لفيديوهات لمنتجات عن طريق فيديوهات. هذا الجهاز انا قبل ما اشتريه مثلا جيت لهذا الشخص واقتنعت اني اشتري هذا الجهاز، انا عندي هذا الجهاز في البيت، فحاولت كثير ادور اونلاين انه ايش احسن جهاز بيناسب الاشياء اللي بدي اياها ويكون لابتوب، فهذا الشخص اقنعني اشتري هذا الجهاز. فانا مثلا لو اشتريت هذا الجهاز من امازون، فانا بكبس هي شايف حاط رابط افليت امازون، هذا الشخص عامل فيديو كامل زي ما انت شايف، الفيديو عم بشرح عن المنتج، بحكي لك هذا الجهاز cheapest gaming laptop with 144 HD screen. بحكي لك هذا اللابتوب هو شايف كثير كثير متخصص، هو مختص بالكيورد تبعته مختصة في أرخص جهاز قابل يكون للألعاب ويكون يعني جيد للألعاب، فبحكي لك cheapest gaming laptop عندي كذا كذا كذا، فبشرح لك هذا الجهاز شو سعره، شو مواصفاته، شو المميز فيه، لو اشتريته شو ممكن، شو المحاذير تبعته، كيف تقدر تركب له رام او لا زياده، تقدر تركب له اس اس دي ولا لا، فهمت الى اخره. فانت بدك تعمل فيديوهات بسيطه زي هيك، بدك تكون عندك خبره في تصميم الفيديوهات، او تستعين في شخص يكون عنده خبره في تصميم الفيديوهات، هي عم بلعب كمان جيم اونلاين قدامك حتى بتعرف انه هذا الجهاز ممتاز للالعاب الى اخره. فانا لما شفت الفيديو تبع هذا الشخص وطبعا شفت قبله 10 اشخاص اقتنعت انه هذا الجهاز هو المناسب لي. لو انا كنت في امريكا او في اي دولة اخرى وبدي اشتري هذا الجهاز عن طريق امازون، بجي اضغط هون على
على هاي الراوت تبعه زي ما احنا شايفين، باخذني لامازون. هاي الجهاز موجود هون، ثمن الجهاز 1200 دولار تقريبا، 1200 دولار خذ 2% او 3% عليها، فانت بتحكي عن تقريبا هو ربحان تقريبا ما يقارب 40 دولار او هيك الشيء تقريبا، مش متاكد بالضبط، يعني خلينا نحكي 40 دولار على هذا الجهاز. لو 1000، لو 1000 شخص مثلا كم مشاهده في عنده؟ لو عنده نص مليون مشاهده 1000 شخص يشتروا عن طريقه، بتحكي عن 40 الف دولار في البروفيت. هذول الثلاث طرق اللي انا عم بحكي لك عنهم اليوم للترويج للمنتجات الخاصه فيك. في طريقه كمان اخرى اللي هي بتكون بري لاندرز. هلا في موقع هشرح لكم عنه اللي هو اسمه يو كرافت. هذا الموقع بيسمح لك تصمم صفحات هبوط رائعه جدا ومجانا. في خطه مجانيه وفي مثلا برايسنج، لو دخلنا على البرايسنج وحتى الخطط المدفوعه فيه رخيصه جدا، يعني ستة مثلا هي شايف في عندك لاندنج بيج تعملها بصفر دولار مانثلي، بيسك ويب سايت 6 دولار مانثلي، برو ويب سايت الى اخره. خلينا نحكي على اللاندنج بيج، هشرح لكم اياها ان شاء الله، اللي هي انك تعمل صفحه هبوط. صفحه الهبوط هاي محطوط فيها المنتج اللي بدك تروج له، مثلا صوره لحذاء او صوره لهاتف محمول، في سطرين او ثلاثه عن هذا المنتج، وفي ضع ايميلك لتحصل على خصم كذا مثلا 10% او 20% لهذا المنتج. فانت تكسب ايميل شخص مهتم في هذا النتش، تقدر تعيد تسوق له مره ثانيه او تستهدفه مره ثانيه في منتجات اخرى، وبتكسب كمان انه هو ممكن يشتري عن طريقك او عن طريق المنتج الخاص فيك. كيفيه الترويج لهاي المنتجات خلينا نحكي عنها بعدين، مش اليوم، خلينا نحكي عنها في درس قادم ان شاء الله. انا بعتذر لاني من فتره بنقطع عنكم كثير في فيديوهات، انا بحب احاول قدر الامكان اني اقدم لكم كل شيء مجاني. مستحيل اطلبك في يوم من الايام ادفع لي والله كذا 5 10 دولار 40 50 حتى اعمل لك كورس او حتى اعمل لك شيء. اللي بعرفه بشاركه معك فقط لا غير. لو عندك اي سؤال اي استفسار زي دائما تفضل ضع استفسارك اسفل الفيديو. زي ما حكيت لك يو كرافت لا تطلع عليه حاليا، حعمل لك شرح عنه في المستقبل، يعني في المستقبل القريب ان شاء الله مع نهاية هذا الاسبوع، وان شاء الله الكل يستفيد ويكسب ارباح كثير كبيرة. الدرس القادم حيكون فيه افضل شبكات الافلييت اللي ممكن تتعامل معها بالسي بي اس. شكرا لمتابعتكم، يعطيكم الف عافية.